اهلا بيكم مره تانية. عاملين ايه؟ معانا النهارده لعبه ماينكرافت. الجزء ده نزل بقاله فتره وانا حبيت اجربه بما اني ما لعبتش لعبه ماينكرافت قبل كده، وكنت اشوف عنها فيديوهات وخلاص على اليوتيوب. جبتها النهارده معانا عشان نجرب. اشوفكم بعد الفاصل. انا لعبت ميشن الاول كده عشان اجرب بس اشوف الدنيا فيها ايه واعرف النظام بتاعها، بس اللعبة طلعت لذيذة وجميلة. By the Arch Illager's decree, all free folk are now enemies of the Illager Empire. Somewhere in these woods, a caravan is transporting villager prisoners to labor in far-off lands. Find the caravan and stop the Illagers, or there's no telling what dreadful doom will befall our villager friends. انا اخترت الشخصيه ديت، عجبني صراحه جامد، شكلها جامد، شكله جامد. بص لي كده، بص لي انا حمراء كده ولابس لبس ازرق، شكله حلو. احنا المفروض نحرر الرهائن في القريه. القريه فيها زومبي، مش عارف ازاي بس فيها زومبي خلاص. هما الزومبي لما صحوا الصبح كده لقوا زومبي خلاص في القريه. اضرب اضرب اضرب. خد ايه ده؟ ده بينطح بدماغه. يا حبيبي في ايه؟ تقتل لي كده. نشلن نشلن نشلن. اه تعال. يا نهار ابيض، ده خد السهم في دماغه طائر. مين دول؟ ايه ده؟ عملتهم كمان؟ اوه بتقلدوني؟ استنى خد الاكسير الاغلى ده. خد 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 كل. خد فشار. خد فشار، خد فشار، فشار. فاكرين يا جماعه الاعلان بتاع خد فشار ده؟ الاعلان ده كان عامل ترند وقت ما نزل. الاعلان جميل جدا. خد فشار. على نفسك يا سوسن مش عليا. يا سأل خد فشار. الاعلانات الظريفه اللي كانت معموله في الفتره دي. طب انا عادي الفيديو ازاي؟ في اكيد لسه حد عايش. ده فين بقى؟ اه. واحد هنا اهو. مش هتحرم معاه طيب؟ اخلع. الصوت الغريب ده. بس 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 بس. دهن كبير او ده وحش كبير. انا في ممكن وصلت مرحلة اربعة. ممكن اعلي اعلي ال لا ما ينفعش اعلي ده. ايه ده؟ استنى. عاوز اعلي حاجة طيب. احنا دلوقتي تحت حرارة واحد بس مش عارف باين فين بتوع القرية. مين ده؟ دي شجرة دي؟ شجرة ولا سلحفاة؟ عامل كده ليه؟ اطلع بقى، اطلع فوق، اطلع تاني، اطلع تاني. ايه ده؟ اطلع تاني ازاي؟ ايوه من هنا. للاسف شكل مايكروسوفت مضيعة نفسها، مفيش فيها حصريات، يعني افتكر ال كام حصرية كده تعدوا على الصوابع اللي ليها. واولهم فرزة هورايزن العربيات. جم لعبة كوانتم بريك، اللعبة دي كانت عاملة ضجة جدا، بس للأسف ما عرفوش يسوقوا لها كويس، ما عرفوش يعملوا التسويق ليها صح للأسف. اللعبة فاللعبة فشلت، ما سمعتش جامد، ما عرفوش يسوقوا ليها عدد قليل جدا اللعبة. اللعبة دي أول ما نزلت لعبتها طبعا وش عجباني جدا، ما كنتش شايف اللي هي جامدة أوي. أنا لقيت حاجة حلوة بس مش عارف كانت مستخبية فين يعني بصراحة. بعد كده قال لك هننزل ننزلوا لعبة اسمها ايه؟ انا نسيت. بيت الزهايمر. بعد كوانتم بريك كانت نزلت كنترول برضو. كنترول لا صار جديد، لعبة جميلة جدا بس قصة مش مفهومة وغريبة. يعني انت ممكن توظف الجرافيك ده بالحركات دي في حاجة أحسن من كده. يعني في قصة تتفهم زي كوانتم بريك. يعني ممكن يكون ال يعني الموضوع فيها فكرة خفية، ماشي أنا معاك فيها فكرة خفية بس مش
مش كله هيفهم الموضوع، يعني مش كله هيفهم، مش كله هو قصده ايه بالدايركتور ومش عارف ايه وايه مش عارف ايه فاهم قصدي، مش كله هيفهم يفكر في الموضوع. انا عاوز لعبه تكون وشه اللي هو ماشي، في تحكم في الزمن، في شركه مش عارف بتحاول تعمل ايه كده، حاجه مباشره فيها تفكير بس مباشره شويه، مش زي دي. للاسف برضو ما نجحتش النجاح برضو، للاسف شركه مايكروسوفت بتصدم حصرياتها حتى يعني للاسف. يعني اتمنى نشوف حاجات تانية جديد، وشركه ريميدي من الشركات الكبيره بس بقى، بس يعني شركه ريميدي مش كبيره وحقها تكون كبيره جدا زي روكو ستار وكده، حقها هي بصراحة شركة جميلة جدا، يعني من الشركات النادرة اللي بتعمل حاجات بتعلق مع الواحد في الذاكرة. خد خد، أنا هحاول أضرب بس في شوية عشان ما عادش غير 47 ساعة، أنا مش عارف البيت لسه فاضي قدامي قد إيه عشان أحتاجهم. أوه عناكب، لا إيه ده، ده ضربني العنكبوت لزق. لا نهار أبيض، كتار أوي كده، كتار أوي كتار أوي. ايه استنى استنى، عاوز الموت قبل ما يجري عشان ما ي... ما يجيش يعمل لنا عنكبوت ويلزقني. خد الصندوق ده، خده خده خده، وحش يا ابني انا مختار وحش. خد خد خد، كله اخر فشار. لا لا استنى 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 استنى، تعال اتجمعوا تعال اتجمعوا، ايوه اتجمعوا 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 اتجمعوا، انا كمان كمان كمان، اضرب الفاروق. حلو قوي الضربه دي، خد انت ما تموتش ازاي، خد خد خد، السيب بتاعي جامد جدا. اوكي اوه ايه ده، البيت ده فيه حاجه جامده قوي. ايوه خد خد، مفيش حاجة تاني؟ خلاص؟ مفيش خلاص. كويس أوي. جالك أهو جالك يا حاج. ما تتحاسبش في تتحاسب في بقك. حلو أوي الكلام ده. لا خلاص بقى براحتك. خد واحدة فشار. مش خدش. أنت جاي تعمل إيه هنا؟ ده مين ده؟ اوه فت حاجه جامده قوي. في حد هنا؟ ماشي خلاص. اوه ايوه خد خد اجري. ايه يا كابتن في ايه؟ يا نهار ابيض، اهرب يا ابني. مفيش حاجه هنا في البيت ده، مفيش حاجه. ايه يا نهار ابيض، بس ارجع ورا انت خروف، حتى الخرفان مش رحمناه. ايه ده ايه ده، مين ده مين ده، يا نهار ابيض. تقول انت بسرعه، خد دي. بيعملوا ايه دول؟ خد خد تعال، خد تفاح خد تفاح. مين عامل ايه؟ بيعمل ايه ده؟ عمال يديهم قوه تقريبا. عاش قوي جامد. مفيش حاجة هنا؟ مفيش حاجة. تعالى بقى تعالى بقى، بس ترخي معلش.
لسه فاضل واحد، لسه فاضل واحد. اتفق. فوق. استنى. راس راس. مستني واحد. ده انا جالك اهو. شوف ده. ماشي. ايش حلو. ده اخر واحد؟ يلا عم نكسب. عاوزين نلاقي المخرج. فين بقى المخرج؟ حاسب حاسب. نرمي السرودة. فكر شوية بقى. خد يا عم العنكبوت. ايه ده يا نار ابيض؟ فيه بتدخلوا عليها مرة واحدة كده ليه؟ خد يا حبيبي خد. المرجعة على فكرة غير الواحد. واحد واحد على فكرة. كده مش مرجعة. تعمل ايه؟ هتعمل تعويذة عليا؟ حياته. لما يعمل تعويذة الكلب. بس يا حاج بس يا نهار ابيض. خد ارجع ورا ارجع ورا. خد يا فتاة عويز انت. يلا فين المخرج؟ لسه عاوزين المخرج. المخرج هنا من هنا. بس بس خلاص. مش حلو السنو ده. بس بس موتوا بقى. ماشي حلو. خد تفاح. تفاح هنا. خد بس. خلاص استنى السنو ده. بس انت انساها. هلا هذا ايه ده؟ لسه موسم وقت. مفيش حاجة هنا؟ استنى استنى استنى. مفيش حاجة؟ مفيش حاجة. استنى استنى. أنا عامل ال الروق. أوه يا نهار ابيض. من خدت خمس سر. ايه ده؟ شوف اللي فرصة قد ايه. ماشي ده موتوني. خلاص these villages are free from the clasp of the illagers all thanks to you. حلو قوي. موت كتير قوي في البيت ده. ست ايه؟ ديس كاب مشروم. ده مشروم المميت. بس المشروم المميت. ده حتى كتير قوي. طب بتاع ايه ده؟ لو حابين تشوفوا فيديوهات جديده من ماينكرافت سيبونا في الكومنتات. وعجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب. بيس.